هل إذا نجا نتنياهو من المحاكمات الدولية بصفته مجرم حرب فهل ينجو من محاكمته في إسرائيل؟ نتنياهو متهم بعدة تهم منذ سنوات ويتهرب من المحاكمة. محاكمته وشهادته كانت يجب أن تكون في 2 ديسمبر القادم، ولكن فريق الدفاع طلب من المحكمة تأجيل سماع شهادته إلى شهر فبراير المقبل. ليه؟ لأن نتنياهو مستهدف وقاعة المحكمة غير آمنة ويمكن أن تطال صواريخ حزب الله أو حماس مقر المحاكمة. نتنياهو الذي يعيش في مكان محصن تحت مكتبه بيتهرب من محاكمة باتهامات عديدة. ما هي اتهامات نتنياهو هذا الوجه القميء؟ متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، يواجه تهم جنائية، مزايا تنظيمية لشركة بيزاك للاتصالات مقابل تغطية خاصة لي ولمراته سارة على موقع إخباري بيمتلكه الرئيس السابق لهذه الشركة. قبل هدايا تبلغ قيمتها 700,000 شيكل، مجوهرات، سيجار، خمور من أصدقاء أثرياء. نتنياهو متهم أيضا بممارسة ضغوط من أجل تمديد قانون يوفر مبالغ مالية ملايين على منتج هوليود الإسرائيلي أرنون ميلشان. دي التهم بس اللي متهم فيها من سنوات، عنده تهم جديدة الآن عن تسريبات من داخل مكتبه، ولكن هذه قضية أخرى. وفقا للقناة الـ 12 العبرية، نتنياهو بيقضي أغلب وقته في غرفة محصنة في الطبق السفلي من مكتبه. والأيام بيننا وهنشوف مصير نتنياهو هيبقى إيه. هل يا ترى سيكون مصيره مثل مصير شارون، قاعدا لا يرى لا يسمع لا يتكلم، سنوات من الغياب؟ أكيد صرخت كل طفل وهو بيودع الحياة، وصرخت ودعاء كل أم وهي بتفقد أولادها، ودعاء كل أب وهو بيفقد عيلته. لازم نشوف في يوم، وإلا تبقى العدالة وعدالة السماء لا تغيب أبدا. العالم كله كما قال شيخ الأزهر لمسؤول دولي أوروبي كبير، شيخ الأزهر قال له يبدو أن العدل الآن يميل تجاه من يملكون الاقتصاد والأسلحة. العالم يصم آذانه ويثقل علينا وعلى العرب وعلى المسلمين في غزة وفي لبنان وفي إيران. الممثلة الأمريكية المعروفة سوزان ساراندون، سوزان عندها 76 سنة، ست مش صغيرة، أدرجت على القائمة السوداء، يعني ما تمثلش، يعني ما تاخدش أي أدوار. ليه؟ علشان نصرت القضية الفلسطينية، قالت كفاية ضرب، أوقفوا الحرب. هي عندها 78 سنة مش 76 سنة. هي شاركت في احتجاج في نيويورك للتظاهر ضد الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، وقالت إن الناس كتير دلوقتي يخافوا إنهم يكونوا يهودا في هذا الوقت ليتذوقوا ما يشعر به المسلمون. يا جماعة، إسرائيل ما تعرضت له من محارق وما تتحدث عنه قليل بالنسبة لما يحدث الآن للفلسطينيين واللبنانيين، قليل بالفعل. مدن تباد بالكامل. فعندما يأتي صوت ضمير اتحطت في القائمة السوداء. لما حصل عليها هجوم وهم عندهم لوبز كبير جدا في كل مكان، قالت أنا كلامي فهم خطأ، أنا ما قصدتش. ولكن في مقابلة حديثة مع نيويورك تايمز، مع صحيفة التايمز، قالت ساراندون لقد تخلت عني وكالتي وتم سحب مشاريعي، لقد تم استخدامي مثالا لما لا يجب عليك فعله إذا كنت تريد الاستمرار في العمل. إذا كنت عايز تشتغل
اوعى تهاجم اسرائيل. اذا كنت عايز تعيش في هوليود في امريكا بلد الحريات، تجنب ان تتهم او تنتقد اسرائيل. قالت كمان في الحوار، في كتير من الناس عاطلين عن العمل منذ نوفمبر الماضي، فقدوا وظائفهم بصفتهم كتابا او رسامين معلمين، تم فصلهم لانهم مجرد غردوا او ابدوا عملوا لايك على تغريدة بتطالب بوقف اطلاق النيران. انتم متخيلين هذا العالم الذي يدعي التقدم والإنسانية والذي يدفع أثمانا باهظة لليهود في كل مكان في العالم وما زالوا يدفعون حتى الآن، لا يقبلوا رأي آخر للمجازر التي يرتكبونها؟ أي ضمير لهذا العالم؟ هل يمكن الرهان على هذا العالم؟ لا أعتقد. علينا أن نلتفت إلى أنفسنا، أن نتماسك، أن نصبح أقوياء، لأن هذا العالم لا يعترف إلا بالأقوياء. بعد قليل من القصص الإخبارية سيكون ضيفي النجم الكبير محسن محي الدين. هذا النجم الذي ظهر ثم غاب ثم عاد مرة أخرى، رحلة سنخوض معه في رحلة العمر، بعد أن أتم في بداية هذا الشهر 1 نوفمبر أتم 65 عاما، ما زال يتميز بهذا الوجه الطفولي وهذه الابتسامة الصادقة وهذا الشعور الإنساني الدافئ. رحلة طويلة، بدأ العمل منذ أن كان عمره 7 سنوات، هذه الرحلة لحد 65 سنة، كيف يراها؟ محطات سنقف عليها ولكن بعد قليل. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من مع خيري، حلقه الاثنين 11 نوفمبر 2024. اليوم شهدت مدينه الرياض اعمال القمه العربيه الاسلاميه غير العاديه بحضور قاده وممثلي اكثر من 50 دولة. هذه القمة التي تعتبر امتدادا للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي استضافتها الرياض قبل عام لبحث سبل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، واللي نستطيع أن نقول أنها تحمل رسالة إلى العالم كله بأنه لا بد من وقف الحرب في غزة ولبنان، وأن العالم العربي والإسلامي بأسره يطالب العالم بالقيام بدوره. سمو صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان افتتح القمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين. الأمير محمد بن سلمان تحدث وقال: لقد اتخذت دولنا خطوات مهمة عبر تحركها المشترك على الصعيد الدولي لإدانة العدوان الإسرائيلي الآثم وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية، ونجحنا في حث المزيد من الدول المحبة للسلام للاعتراف بدولة فلسطين، وحشدنا للاجتماع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني اللي عبرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية وضرورة حل الدولتين، لن نقبل إلا بحل الدولتين. أيضا تحدث السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجماعة الدول العربية وقال إن الانتهاكات الإسرائيلية تدمير لمستقبل التعايش في المنطقة. الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شارك في أعمال هذه القمة قبل انعقاد القمة التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، واستعرض خلال اللقاء تطورات الأوضاع بالمنطقة وجهود مصر والأردن للتهدئة ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وحذر الجانبان من خطورة السياسات التصعيدية التي تدفع المنطقة نحو حافة الهاوية. الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة مهمة في القمة، قال أن القمة التي تنعقد في ظل ظرف إقليمي شديد التعقيد، وأن مستقبل المنطقة والعالم أصبح على مفترق طرق.
الرئيس السيسي قال كمان سنقف ضد جميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وأن الشرط الضروري لتحقيق الأمن والاستقرار هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. تعالوا نسمع جزء من كلمة السيد الرئيس. إن المواطنين في دولنا العربية والإسلامية بل وجميع أصحاب الضمائر الحرة عبر العالم يسألون، ولهم كل الحق، عن جدوى أي حديث عن العدالة والإنصاف في ظل ما يشاهدونه من إراقة يومية لدماء الأطفال والنساء والشيوخ. ونقولها بمنتهى الصراحة، إن مستقبل المنطقة والعالم أصبح على مفترق طرق، وما يحدث من عدوان غير مقبول على الأراضي الفلسطينية واللبنانية يضع النظام الدولي بأسره على المحك. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تدين مصر بشكل قاطع حملة القتل الممنهج التي تمارس بحق المدنيين في قطاع غزة، وباسم مصر أعلنها صراحة أننا سنقف ضد جميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير السكان المحليين المدنيين أو نقلهم قسريا أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة، هو أمر لن نقبل به تحت أي ظرف من الظروف. ونكرر إن الشرط الضروري لتحقيق الأمن والاستقرار والانتقال من نظام إقليمي جوهره الصراع والعداء إلى آخر يقوم على السلام والتنمية هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. النهاردة كان السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم في مجلس النواب ورد على أسئلة كثيرة خاصة بما يتعلق بعدم إلغاء اللغة الثانية وهي اللغة الفرنسية، وقال إن الهدف، أنا قابلت السفير الفرنسي وتكلمنا، إحنا ما بنلغيش الفرنساوي ولكن في الثانوي بيدرس، ولكن ما بيكون الاهتمام بلغة واحدة حتى تأخذ وقتها من الحصص ومستوى الطلاب يتحسن. أيضا السيد وزير التربية والتعليم أصدر قرارا وزاريا بشأن إلزام طلاب الثانوية العامة اللي هيتسلموا التابلت برده مرة أخرى للمدرسة، وقال لك إن التابلت ده عهدة شخصية، وعند رد الجهاز يجب الالتزام بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل، ولا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية إلا بموجب هذه الشهادة، وإلا في حالة فقدان الجهاز أو تلفه يتم الالتزام بسداد قيمة الجهاز كاملا. ما هو السبب في هذا القرار، ما خلفه، نعرف من المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأستاذ شادي الزلطة. أهلا وسهلا أستاذ شادي. أهلا بحضرتك أستاذ خيري، تحياتي لحضرتك. أهلا يا فندم أستاذ شادي. إيه السبب وراء قرار استرداد التابلت، والقرار مفاجئ مش بدري ومن اول الدراسه او كده؟ هو الحقيقه مش قرار مفاجئ يا استاذ خيري، على قد ما هو جه بعد دراسه متانيه وفحص دقيق للاستخدام الخاص بيه او الرساله الاساسيه لاستخدام التابلت لطلاب المدارس. نعم. وهو الحقيقه ان الرساله الاساسيه لاستخدام التابلت من المرحله الاولى ثانوي ثم الثانيه ثانوي هي الفكره في استخدامه للاطلاع على مصادر التعلم المختلفة الخاصة بموقع الوزارة والكتب المدرسية الخاصة بالصف الدراسي، ثم مرورا بدخول أو تطبيق الامتحان على التابلت في المدارس اللي هي المجهزة تكنولوجيا بالبنية التحتية التكنولوجية اللي تسمح بأداء الامتحانات فيها على نظام التابلت. نعم. ولكن طبعا وفقا للاحصائيات اللي قامت بها الوزاره، يعني تاكدت ان الطالب لا يستفيد من جهاز التابلت بعد انتهاء مرحله التعليم قبل الجامعي، يعني بعد ما بيخلص ثالثه ثانوي هو بيتخلص من التابلت، او بيتم مثلا بيقوم بمنحه لحد تاني، او في بعض الاحيان بيتم حتى بيع جهاز التابلت، وبالتالي فهي الهدف الاساسي لاستخدامه بالنسبه للطالب انتهى. فالحقيقه ان يمكن الوزاره ارتأت اهميه ان الاستخدام السليم لجهاز التابلت علشان خاطر يبقى فيه
اولا عدم اهدار للتكلفه الخاصه بهذا الجهاز وتحقيق الاستفاده القصوى او المنفعه الاساسيه الهادفه من استخدام هذا الجهاز لطلاب المرحله الثانويه، ان يتم الحفاظ عليه بشكل كامل كعهده يقوم الطالب بتسليمه بعد انتهاء الهدف المعلن منه الاساسي اللي هي بتشرف عليه وزاره التربيه والتعليم وهو استخدامه خلال المرحله الثانويه. طيب لو التابلت اتكسر مني وقع، وده وارد، كلنا معانا اجهزه ايباد وشبيهة بالتابلت، اي ممكن يتكسر، ممكن يقع، ممكن السوفت وير يجرى له حاجه، اعمل ايه انا كطالب؟ هو طبعا بص استاذ خيري، هو طبعا الطالب وقت الاستلام الجهاز التابلت بيمضي على اقرار في، لا انا فاهم، انا عايز اروح اصلحه علشان لما اجي اسلمه اصلحه عند اي حد بره ولا؟ لا طبعا. لا ولا اوديه فين؟ من خلال التوكيل، لان هو التابلت عليه ضمان. أي. التابلت بيبقى عليه ضمان، فبالتالي بيتم اصلاحه من خلال التوكيل الرسمي اللي هو بيبقى الطالب عارف كمان بيستلم مع الاقرار ورقه بالتوكيل الخاص بجهاز التابلت. يجب اصلاحه عند التوكيل. بالظبط. طيب وخليني بس اوضح لحضرتك برضو نقطه مهمه. اتفضل. هو هذا النظام سينطبق على طلاب اولى ثانوي اللي هم في مرحله اولى ثانوي العام الدراسي الحالي 24-25. اللي قبل كده لا. اللي قبل كده لا. لان طيب. هم مضوا على اقرار مختلف عن الاقرار الحالي، وبالتالي لا يمكن مخالفه هذا الاقرار. تمام كده كويس. لكن هو الطلاب اللي هم حاليا دلوقتي في المدرسه في اولى ثانوي واللي هيستلموا باذن الله تابلت خلال ايام، هم بيمضوا على اقرار كامل بكافه الشروط او الشرطات الخاصه باستخدامه وكيفيه تسليمه حتى بعد الانتهاء لاستخدامه بشكل كامل بعد انتهاء المرحله الثانويه. طيب خليني اسالك، السيد الوزير كان موجود النهارده في مجلس النواب واتكلم في اكثر من قضيه، وكان هناك حديث اولا عن العجز في المدرسين، فماذا قال السيد الوزير؟ بص استاذ خيري، خليني بس اوضح لحضرتك ان يمكن الجلسه العامه النهارده المجلس الشيوخ شهدت حاله من الشفافيه والمصارحه حول مختلف الملفات اللي هي ذات صله او ذات اهتمام لدى الراي العام فيما يتعلق بنظوم تطوير التعليم قبل الجامعه. نعم. والحقيقه يمكن كان في عدد من النقاط الهامه اللي كانت بتهم الراي العام وحتى كمان تحدث عليها الساده النواب خلال الجلسه. طيب ممكن توجزها لي، يعني توجز لي هذه النقاط اللي رد عليها السيد الوزير؟ يعني النقطه الاولى المتعلقه طبعا بالحد من الكثافات الطلابيه والتاكيد على ان كافه الفصول على مستوى الجمهوريه كل فصل عدد الطلاب فيه اقل من 50 طالب في الفصل. نعم. وان في اليات محدده لمتابعه هذا الامر ليس فقط من خلال لجان بترسل للمدارس، ولكن ايضا في قيادات الوزاره بتنزل من كل حته يوميا ومتابعه مستمره عشان تتاكد من تطبيق هذه الاليات. نعم. النقطه الثانيه متعلقه بسد العجز في المعلمين، ويمكن احنا طرحنا خلال الفتره اللي فاتت الاليات المختلفه اللي قامت الوزاره تطبقها منذ بدايه العام الدراسي لسد هذا العجز، سواء المتعلقه ب طبعا المسابقه 30,000 معلم او المعلمين بالحصه من الحاصلين على مؤهل تربوي او المعلمين المحالين للمعاش بيتم الاستعانه بيهم برضو بالحصه. ايضا كان في نقاط اخرى بقى متعلقه ب طبعا موضوع نظام التقييمات، ويمكن كان في تساؤلات من بعض التقييمات الاسبوعيه، البعض اشتكى منها في مجلس الشيوخ. بالظبط. والحقيقه ان كان في رد واضح من السيد الوزير ان كل انظمه التعليم في العالم هي بها نظام تقييمات، وبالتالي هذا النظام هو الطبيعي في الاصل داخل النظام التعليمي وليس هو استثناء، لان هو بينجم عنه تحديد مستوى الطالب، متابعته دراسيا، المعلم نفسه بيتاكد من مستوى تحصيل الطالب في الفصل. كمان يمكن نظام التقييمات او نظام اعمال السنه تحديدا هو ساهم بشكل كبير في جذب الطلاب للمدرسه وانتظامهم في الحضور، وده كان امر مهم لان احنا كنا بنتحدث عن نسبه حضور العام الماضي وصلت لنسبه 9%. العام الحالي شهد حضور لا يقل عن 85% وفي تصاعد. نعم. يعني حتى بعض المدارس اللي يمكن بتشهد حالات غياب بيتم متابعتها بارسال لجان وبيتم التشديد عليها وبيتم التاكد من اسباب غياب الطلاب ومتابعتها بشكل مستمر عشان تبقى منتظمه بشكل كامل ويتم تفادي هذا الامر داخل المدرسه. استاذ شادي، متى تنتهي الوزاره من قانون مزاوله المهنه اللي يجب ان يقدم للبرلمان؟ الوزاره بتعمل عليه حاليا، لسه ما فيش توقيت محدد، ولكن باذن الله هيتم طرحه طبعا ان شاء الله باذن الله طبعا بعد ما ياخد موافقه مجلس الوزراء طرحه على البرلمان باذن الله ويبقى قريبا، ولكن انا لسه طبعا يعني هنلحق السنه دي ولا هيدخل في العام القادم؟
يعني هو في الاغلب طبعا ان شاء الله هيكون قريب جدا، يعني وفقا لتاكيد معالي الوزير النهارده امام الجلسه العامه. ولكن يعني خليني اكد لك بس ان بيتم دراسه هذا القانون بعنايه شديده جدا عشان خاطر ما يبقاش فيه اي ثغرات متعلقه بيه، اي حاجه متعلقه بالقانون وتطبيقه. وبالتالي فاحنا الوزاره بتاخد وقتها في يعني دراسه القانون بشكل كويس جدا عشان يتم طرحه بشكل كامل بدون ما يبقى فيه، او بحيث ان يتم تطبيقه بشكل واقعي وسليم. وطبعا يواجه هذا القانون تحديدا عديد من الظواهر السلبيه، سواء المتعلقه بوجود بعض الممارسين للمهنه بدون ما يكون لديهم طبعا اي علاقه بمهنه التدريس. بشكرك جدا استاذ شادي الزلطه المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم. فوجئنا باخبار نازله عن موافقه جهاز حمايه المنافسه على استحواذ شركتي شركه ابو ظبي التنمويه القابضه اي دي كيو على حصص في 3 شركات مصريه كبرى في مجال البترول، وهي 25% من اسهم شركه الحفر المصريه، 30% من اسهم المصريه لانتاج الايتيلين ومشتقاته ايتيدكو، و35% من اسهم الشركه المصريه لانتاج الالكيل بنزين الخطي ايلاب. ايضا أقر جهاز حماية المنافسة عددا من القرارات الاقتصادية من أبرزها الاستحواذ على نسب مختلفة في مجموعة من الشركات، منها جولدن ستيت فودز وشركة العبد للاستثمار والتصنيع. في تفاعل كبير على السوشيال ميديا، دي أخبار كويسة بتقول إن المستثمرين بدأوا ييجوا ويمدوا إيديهم، ولا الشراء من شركات ناجحة ليس هذا الذي سينعش الاقتصاد؟ خلونا نفهم معايا الخبير الاقتصادي الأستاذ محمود عنبر مستشار البنك الدولي. مساء الخير يا أستاذ محمود. مساء النور يا فندم. معنى الاستحواذ هنا على هذه النسب اللي أعلنها جهاز حماية المنافسة بيقول إيه اقتصاديا؟ يعني خليني بس أشير إلى هذا الأمر من خلال محورين. الأول على المستوى العالمي والتغيرات الجيوسياسية والأزمات المالية المتلاحقة منذ الكوفيد، مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات الجيوسياسية التي فرضت كثير من التداعيات الاقتصادية، واللي كان أبرزها حالة اللا يقين التي اكتنفت العالم واللي ترتب عليها عدم وتباطؤ في تدفق الاستثمار على المستوى العالمي. وهذا ما تقره كثير من المؤسسات الدولية، يمكن على رأسها التقرير الأخير للأونكتاد. وبالتالي فكرة العلاج والتعامل مع كافة هذه الأزمات الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بتدفق الاستثمار أو فيما يتعلق بكبح جماح التضخم الذي فشلت معه كافة السيناريوهات على المستوى العالمي، لا يمكن أن يتأتى إلا في ضوء تشجيع الاستثمار بخلق مناخ أكثر جاذبية لتدفق الاستثمارات، لأنه هذا التدفق يمكن أن يسمع في كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء فيما يتعلق بعدم حاجة الدولة إلى الاقتراض، سواء فيما يتعلق بالتأثير على الميزان التجاري وعدم تقليل فاتورة الواردات، وده طبعا بتأثيراته على سعر الصرف. هذا على المستوى الإقليمي. على المستوى المحلي يمكن هذا الأمر يتسق تماما مع أيديولوجية الدولة الاقتصادية التي تغيرت بما يطلق عليه وثيقة ملكية الدولة، والتي تعني أن الحكومة سوف تتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لإفراد المساحة للقطاع الخاص بشكل أكبر لتحريك وتحفيز عملية الطلب. ويمكن هذا التغير في الأيديولوجية الاقتصادية للدولة جاء أيضا تماشيا مع الظروف والتداعيات التي فرضتها التغيرات على يعني النسب دي هي تخارج للدولة من هذه المشروعات بنسبة. هذا يأتي تحت مظلة تخارج الدولة جزئيا من بعض القطاعات الاقتصادية لإفراد المساحة أكبر للقطاع الخاص بالشكل اللي بيعزز ويزيد من المؤشرات الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بزيادة العمالة والتعامل مع مشكلة البطالة، زيادة الإنتاج على المستوى المحلي لتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، وبالتالي يعني يمكن تعزيز وزيادة الفرص الخاصة للصادرات المصرية لتكون منافسة في الأسواق العالمية. تأثيراته أيضا على عملية الاقتراض والتعامل مع إدارة الدين العام نفسه. تأثيراته أيضا على التضخم، لأن واحد من العوامل المهمة
المؤثرة في التضخم أو ارتفاع الأسعار هو توافر المعروض من السلع والخدمات، لأنه ده واحد من الأسباب اللي بيؤدي إلى التعامل مع هذه المشكلة. هل عادة في مثل هذه الحالات بتعلن القيمة ولا لا تعلن القيمة؟ يعني قيمة الاستحواذ، القيمة المادية للاستحواذ. نعم، لا، هذه القيمة للاستحواذ بتكون منضبطة بشكل أو بآخر بالشكل الذي لا يتسق، لأن البعض كان تحدث منذ أن أعلنت الدولة عن وثيقة ملكية الدولة، البعض تصور أنها صورة أخرى وصورة مختلفة لعملية الخصخصة، وحقيقة الأمر هذا أمر مختلف تماما. نعم، لأنه فكرة التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لا يعني فكرة البيع ولا يعني فكرة الاستحواذ وبيع أصول خاصة بها الدولة المصرية لدول أخرى أو لجهات أخرى، هذا أمر يعني بيدار بشكل أو بآخر بالشكل الذي يحفز من عملية الاستثمار ويزيد من معدل تدفقات الاستثمار ودخول الدولار داخل الدولة، لأنه ده له علاقة زي ما ذكرت لحضرتك باحتياط النقد الموجود في البنك المركزي، له علاقة بالتعامل مع الديون، له علاقة بسعر صرف العملة، لأنه استقرار سعر صرف العملة نفسه واحد من أهم المحفزات التي يمكن أن تحفز أي مستثمر أن يستثمر داخل هذه الدولة سواء كان محليا أو حتى أجنبيا. بشكرك جدا الخبير الاقتصادي المعروف الأستاذ محمود عنبر مستشار البنك الدولي. خلونا نطلع فاصل، بعد الفاصل هستقبل النجم الفنان محسن محي الدين وحوار خاص جدا. انا محسن محي الدين احمد. محسن محي الدين الفتى الذهبي هو فنان استثنائي على ملامحه بتظهر كل علامات الذكاء والنبوغ وخفة الدم. بدأ مشواره أمام الكاميرا من الطفولة وظهر في برامج الأطفال في التلفزيون المصري وهو عمره 7 سنين. حد شقة أجمل شقة وظللها بعد شقة. عمل في الإذاعة والمسرح والسينما مع كبار النجوم حتى جاءت محطته الأبرز والأهم واللي التقى فيها بالمخرج العالمي يوسف شاهين ليقدم معه 4 تجارب سينمائية مهمة: اسكندرية ليه، حدوتة مصرية، الوداع يا بونابرت، واليوم السادس. ما سمعتش يا غايب حدوتة حدتنا عن قلبي كان هايب من حلوة حدتنا. تخرج من قسم الإخراج في معهد السينما وتزوج من حب طفولته الفنانة نسرين وانطلق من وقتها في عالم النجومية حتى قرر في مطلع التسعينات الابتعاد عن الشاشة. انظري إلى هذه الصورة وإلى هذه، حيث الوجود المموه لأخوين الاثنين. استمر غيابه لمدة 23 سنة قضاها في إخراج أفلام الكرتون والتقديم التلفزيوني حتى قرر مرة أخرى العودة من خلال مسلسل المرافعة عام 2014، ثم توالت أدواره التلفزيونية المهمة في مسلسلات عديدة على سبيل المثال نقل عام، ورا كل باب، طير بينا يا قلبي، وغيرها. راح فين؟ راح فين؟ راح في ايه؟ أنا قلت كلام هزعلك؟ إيه الغابة ده؟ في السينما قدم العديد من الأدوار المهمة أبرزها عالم عيال عيال مع رشدي أباظة وأفواه وأرانب وليلة القبض على فاطمة مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وما اكتفاش بس بالتمثيل لكنه أخرج وأنتج فيلم شباب على كف عفريت. أما في عالم المسرح فقدم من خلاله تجارب كتير، مين ينسى دور الواد الشقي في مسرحية سك على بناتك. تعمل ايه هنا؟ بص انا تعمل ايه هنا؟ بص انا انت تعمل ايه؟ بص. محسن محي الدين قدر رغم غيابه وقلة أعماله أنه يصنع بصمة خاصة به ويجمع كل الجمهور على حبه وحب فنه. محسن محي الدين فنان من زمن الكبار وجزء من ذكرياتنا الحلوة. أهلا وسهلا بحضراتكم. ضيف النهاردة قبل ما تحبه تحترمه، ودي ميزة مهمة جدا لما تشوفه وتشوف سلوكه العام وعمله واختياراته
تكتشف انك قدام حد اختار لنفسه طريق, وان الفن مش من اجل الفن, الفن من اجل الحياة, من اجل الرسالة, من اجل المضمون, من اجل حاجات كتيرة. محسن محي الدين اسم فقدان اجيال عديدة جدا, عشان كده انا كنت سعيد جدا لما عرفت انه هيشرفني النهاردة, وخاصة انه يعني عيد ميلاده كان من ايام. استاذ محسن كل سنة وانت طيب. وانت طيب وكل سنة وانت طيب. وانت طيب. انا عارف زي بعض. عارف. كملت 65 سنة. الحمد لله. ما بتسألش نفسك راحوا فين دول, عدوا ازاي؟ والله ما تتخضش يعني والله. لما الواحد لمس في حاجة كده. لا الحمد لله رب العالمين, يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا أطوار. يعني كل مرحلة في حياتك أنت بتعيشها بتبقى مهمة في حياتك. وبتخليك بعد كده طور يعني الخلق اللي بعد كده أو لما السنة اللي بعد كده بتبقى مثلا مرحلة 10 سنين 20 سنة 30 سنة 40 سنة كله بعيدا عن الجزء النظري في الحدوتة. لا مش نظري, أنا عايز الجزء العملي الإنساني. الإنساني ما تخضتش أبدا من بعد 60, ما قلتش عدوا زي ده كتير قوي أنا جبتهم إمتى. لا 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 الحمد لله رب العالمين, رغم ان في ناس كتير بتقول لك انا سرقت. يعني ده عمري جري, بس هو يعني ربنا سبحانه وتعالى ورانا. عمرك ما جريش؟ لا عمري ما جريش الحمد لله, لان يعني انا لحقته. حسيته لحقته بمعنى ايه؟ اول ما ابتديت اتعرف على الله سبحانه وتعالى انا كده لحقت عمري. طب ما تخلينا نقسمها. قول مرحله ما قبل ان تتعرف على الله كما يجب أن نتعرف عليه طبعا. ومرحلة ما بعد أن تعرفت عليه. أيوة. قبل أن تتعرف على الله كنت بتتعرف على نفسك؟ طبعا. كنت بتتعرف على العالم الخارجي وإثبات وجودي. وإنت بدأت من 7 سنين فلمست النجومية بدري, فشفت الأضواء وشفت الإغراءات والجوايا. طبعا. كلمني عن المرحلة دي. أنا بدأت 7 سنين في الأطفال يعني وبقيت نجم وانا طفل في المدرسه, يعني لما تبقى في المدرسه طبعا وكل الاطفال اللي حواليك شايفينك نجم وبيعاملوك معامله النجم. بس انا يعني كان بالنسبه لي الفتره دي هي فتره الواحد بيقضي وقت حلو مع ناس كده. مفيش مسؤوليه. مفيش مسؤوليه. 7 سنين دي مفيش. بس لا اتعلمت المسؤوليه من وانا صغير, يعني انك تطلع على الهواء. ما احنا كنا بنطلع على الهواء طبعا, فكان لازم تبقى انت متعلم انك حافظ كويس, جاي في معادك مظبوط, يعني مسؤوليه ملتزم طول عمرك. ما هو اتزرع فينا المسؤوليه من احنا صغيرين. كويس. وده الفضل المدام انا عامل جريت لي, يعني ربنا يديها الصحه. فانك تبقى احساس عندك التزام وفي نفس الوقت انت بتلعب مع اصحابك وبتتعرف على عالم كبير. يعني كان مدام انا عامل جريت لي بتعلمنا موسيقى وشعر ورقص وغنى وتمثيل واخراج, ويعني عشان كنا فرقه كبيره قوي. منهم ممدوح عبد العليم الله يرحمه, وعبد الله محمود الله يرحمه, واحمد سلام. واحمد سلام احمد كان عندي هنا وحكى لي ان انتوا الاثنين كنتوا بتتنافسوا على حب الفنانه ليلى علوي وانتوا صغيرين. هو واحنا صغيرين خالص. بالظبط كده, كنا في فيلم طول عمرها جميله. بس كان فيلم كنا بنعمله فيلم واحنا عندنا مثلا 12 سنة 13 سنة حاجة كده أقل. وهي كانت أصغر يعني. هي المشاعر كدا. بتبقى بريئة كده ولطيفة. بالظبط كده. لا كان في سنة, أقول لحضرتك كام, كان سنة 72 وقفنا عشان حرب 73 وكملنا بعد كده يعني. كان في الفترة دي. فكنا بقى صغيرين وبتاع, وهي كان برضو معنا في الفرقة, يعني كان بنعمل تجارب واحنا عيال صغيرين بنعرف بقى بعضينا وكده. فكان بتبقى بتقضي وقت لطيف مع اصحابك وكنا بنعيش مع بعض اكتر ما كنا بنعيش مرحله المراهقه. ان مرحله المراهقه اللي بيبقى فيها الاحساس بالنجوميه عالي جدا, اللي فيها هوايه البنات. أيوه. هوايه السهر, هوايه الخروج. ما أنا كنت فساعتها بتسقط هنا فكره التواصل او البحث عن الله. طبعا بتجنبه في اللاوعي بتاعك خالص. بس كان في زرع.
يعني حتى اكيد اكيد حتى احنا كنا يعني انا كنت مثلا بقعد مع مثقفين ليهم افكار شتى كده يعني. أي. فمره بيتكلموا كان في فكر كده وجودي يعني فبيقولوا ان اساس الدنيا كانت ذره والذره فرقعت الانفجار الحاجات الانفجار الكبير دي فاحنا بنعلمكم لان كنتم مش فاهمين حاجه انتوا لسه صغيرين وكنت لسه في يعني في مراهقه يعني 15 16 سنه يعني مش ما عندكش خلفيه بس كان في الفطره يعني الفطره دي فانا قلت لهم طيب انا موافق كل اللي انتوا بتقولوه ده حلو قوي طب مين اللي عمل الذره يعني ما هو في ذره طب مين اللي عمل الذره فقالوا لما والله لما العلم يوصل نبقى نقول لك مين اللي عمل الزرع يعني من ضمن الحاجات دي فقلت مش ممكن ابدا يعني مثلا ما فيش اي فيلم يتعمل الا لما يبقى فيه مخرج يعني لازم يبقى طبعا عشان يتوجد فيلم لازم يبقى فيه مخرج فاللي وجد الذره لازم هو اللي ما هو اللي عمل هو في البدايه هو الاصل هو الاصل يعني أي. فده كان بالفطره وخلى ان وانا بتكلم مع ناس فطاحل يقفوا ما عندهمش رد لانه ما هو خلاص هو بيستقل. لكن ده ما دفعتش للبحث في هذا الوقت خالص لسه المساله دي ما حصلتش يعني لكن عشت بقى في طبعا المراهقه والمراهقه بتبقى عمليه باور عالي جدا في المشاعر في اثبات الوجود في طبعا في الحاجات دي كلها حصاد النجوميه واحساس اهتمام الاخرين والكاميرات والناس اللي عايزه تكتب لها اوتوجراف انت حضرت الاوتوجراف بس برضو ما كانش مخلي الواحد يبقى عنده الأنا عالية ما حصلتش ليه حصلتش كان, حياتك أبداً. كان بالنسبة لك لا حصلت لي بس كانت بالنسبة لي أنا بقضي وقت حلو أنا يعني ما بتسمهوش ما سمموش يعني وبعدين لما حصل بقى اسكندرية لي وعملت اسكندرية كان عندي 17 سنة يعني ورحنا مهرجان برلين وخدت سوكسي 7 دقايق يعني حاجه بقى ناس خواجات بقى مش مصريين زيك وكده لا دول ناس خواجات وبتاع ومهرجان وبيسقفوا لك وسبع دقايق وكتبوا زهر اعظم ممثل عربي وحاجات كده ايه تخد تبوظ اي دماغ بيني وبينك ضربت طبعا لازم ان ما ضربتش يبقى مش طبيعي ضربت ونزلت بقى قلت يا سلام ده انا هكسر الدنيا بقى وحبه يعني حدوته يعني ربنا قدبني على طول 3 سنين ما اشتغلش بعد ما كنت بشتغل اذاعه وتلفزيون وانت في عز النجوميه ولا حاجه جيت على جذور رقبتك على طول فمره كده قاعد بقى مكتئب 3 سنين طبعا كتير قوي بعد ما كنت بشتغل كل حاجه يعني اذاعه تلفزيون مسرح سينما كل الحاجات دي ورا بعض يعني ما بقعدش يعني وبرامج اطفال وانا قاعد في مره كده كنت بقى ايه خلاص ما معيش فلوس والدنيا كحت معايا خالص وقطع سينما كده صاله وقاعد كده على السور بتاع السينما اللي بره ده كان في سور دايما على الرصيف كده قاعد عليه وكان في مطره والجزمه كده مليانه طين ومكتئب فواحد بص لي كده قوي انا قلت ايه بتبص لي ليه انا نسيت بيني وبينك انا نسيت ان انا كنت نايم 3 سنين يعني فقال لي حضرتك محسن محي الدين قلت له ايوه قال لي بطل فيلم اسكندريه ليه قلت له ايوه قال لي انا مستغرب بصراحه قلت له ايه قال لي انا عارف ان النجوم يعني بيبقوا كده بعيد كده يعني وبتاع لكن حضرتك يعني قطع صاله هو شاف التذكره ايوه قطع صاله وقعد على ليه بتحضر الحال دي كده يعني زينا وجزمتك مليانه طينه والنبي لا تخليك كده فالكلمة دي راحت ايه داخلة في ودني جامد قوي عرفت انها رسالة من الله سبحانه وتعالى يعني انك ايه كل ما تتواضع كل ما هتبقى ايه قريب للناس كل ما هتبقى الانا عندك تعلى هعرفك مقامك بالظبط ده الدرس يعني. الاول ده الدرس الاولاني يعني استفدت بيه جدا ساعتها قلت له يا رب انا فهمت الدرس خلاص الرحمة بقى والنفس انا فهمت الدرس جالي سك على بناتك على طول على طول يعني على طول يعني شوف بعد كده بقى اتفتحت سك على بناتك بقى وبعدين حدوته مصريه دي مرحله نجوميه تانية مهمه خلاص انت كده بقى عندك هذا التوازن وانت في هذا السن بعد الموقف ده لم تفقد اتزانك مره اخرى لا خالص 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 خلاص عرفت ان انا لازم اكسر الانا ما تعلاش عندي ابدا كسرتها ازاي باني عارف ان ده
انا ما استحقوش الوضع اللي انا فيه، انا ما استحقوش، ده اول حاجه لازم تقولها لنفسك. اي حاجه تجيلك من عنده، من عنده. مش كنت فاكر نفسك فرجيكوا يعني، وانت ما تستاهلش لانك مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. فده فضل من الله سبحانه وتعالى، مش انت. بس كان بدري قوي السن انك تستوعب. ما علشان كده انا 30 سنه كنت خلاص خدت موقف ان انا اتعرف على الله سبحانه وتعالى. يعني اقصد انت عدت سن ال 30. سن ال 30 بس بتخبط في الحياه. بالظبط كده. بس انا 25 خلاص اتجوزت يعني. يعني 25 سنه اتجوزت وابتدى بقى بقيت. خليني قبل الجواز في المرحله دي كنت عايش ازاي؟ يعني بقيت نجم. بتمشي في الشارع الناس عارفاك، بتروح اي مكان بتكرم. تعرف ان انا بعمل ايه؟ اهم حاجه انا اتعلمت مثلا درس من الشيخ الشعراوي لما اول ما حس سقفوا له وما اعرفش ايه، ف يعني حكى ساعه ما راح الحمام بتاع طنطا وهو راجع. انا لغايه دلوقتي بنزل اشتري الخضار وانزل اعمل ما اعرفش ايه، ما فيش حاجه اسمها النجوميه عندي. انا بني ادم. لان ده من سن كام بتعمل كده؟ من اول ما اتجوزت خلاص. يعني يعني بالنسبه لي مش يعني في متعه انا بفتقدها لو انا بحس حاسس نفسي ان انا نجم وعازل روحي. أيوة. ان انا ابقى في وسط المجتمع وان الناس تتكلم معاك وتبتسم لك مش بس كده كمان، وبشوف نماذج في الحياه بتعلمني انا. بس يعني انت خدت الدرس بدري. بدري هو كده بدري. كان في حياتك محطات مؤلمه، يعني ضياع الحبيبه في وقت من الاوقات لما راحت الفنانه نسرين او النجمه في وقتها نسرين. وانا صغير. وانت صغير انت من زمان وانتوا صغيرين. أيوة. كنت اكبر منها وكنت معجب بيها وفجاه اتجوزت بدري قوي. ايوه. فده اتجوزت 16 سنه. كان الصدمه. وبقت ارمله وهي عندها 19 سنه. فطبعا لان انا كانت هي بالنسبه لنا الفيديت بتاعتنا. طبعا. يعني كانت مثلا واحنا كنا بنعمل اغاني في الاذاعه او كده، فكانت هي السوليست واحنا الكورس. أيوة. اللي حواليها يعني. فانا كنت يعني لازم تعجب بيها. بحبها جدا وبتاع، بس طفل يعني. ايوه. وبعدين اتجوزت. الله. طب قعدت اقول لها طب مش تستنيني يعني. اصبري انا جاي. اصبري انا جاي. بس طبعا البنات بيبقوا بيتجوزوا بدري وفي الوقت بس كده. لا هم كمان بيبصوا للكبار اكتر من الصغيرين. يعني في الوقت ده يعني. فاتقابلنا بعد كده في علي بن مظهر فرصه العمر. كانت طبعا اتجوزت بقى وبعدت فتره وبعدين رجعت بفرصه العمر وبتاع. فكنت قاعد بقى ايه يعني احب على نفسي كده. الاقدار كان لها دور في اللقاء. سبحان الله سبحان الله طبعا. المهم بعد يعني حتى يعني توفى زوجها وهي بقت اتقابلنا تاني في مسلسل في باريس. لا هي. لا مش لسه. اتعاملنا ابواب المدينه مع اسامه انور وكاشه وبرده الجزء الاولاني، وبعدين انا سافرت في باريس بقى. ايوه. كنت بتتجهز للفيلم وبتتعلم لغه فرنسيه. بالظبط كده. كنت واخد منحه. فهي كان عندها اداء علني بيتصرف من فرنسا. اداء العلني لألحان محمد ضيف. وهي بقى مسؤوله في الورث بتاع بنتها فعايزه تجيب حقها. فعايزه تجيب حقها. فكلمت مكتب يوسف شاهين. لانه معروف ان يوسف شاهين عنده اتصالات بفرنسا يعني. فقالوا لها محسن موجود هناك. فكلموني قالوا لي نسرين هتيجي وبتاع، وقابلتها وخلصت لها الامور بتاعتها وبتاع كده، وحملتها رساله تجيبها البيت. بالظبط. حملتها دواء، كان والدي طالب دواء. قلت لها بصي ودي الدواء ده، معلش اتصلي بيهم واخويا الكبير هيجي ياخد منك الحاجه. فهي اتصلت بيهم، هي اصرت انها لا ما ينفعش لازم. انا اللي هجيبه لكم. انا اللي هجيبه لكم يعني وبتاع. وخدت بنتها وراحت وشافها والدي رحمه الله عليه واعجب بيها جدا ومحبتها قوي، ويعني احنا اشتغلنا مع بعض كذا مره يعني. وبعدين بعديها بفتره والدي توفى. فانا نزلت من باريس. رحت يعني عشان اعز الجنازه. يعني الجنازه لا ما انا ما لحقتش الجنازه. حتى كده يعني. فاول ما دخلت على والدتي قالت لي والدك بيوصي انك تتجوز نسرين. وصية. قلت لها يا ماما احنا في عزة. قالت لي وصيته بيقول انك تتجوز نسرين. قال لها كده عايزة تصوني ابنك
متجوزين سري. يا سبحان الله. فبقت ايه؟ قلت يا جت على الطبطاب ده وصيت بقى، ده وصيت بقى، اسمعي الكلام يا نسرين بقى. بالظبط كده. فبقى والدتي كلمتها وقالت لها يعني احنا عايزين نتقدم وبتاع، وافقت طبعا، لان ايه يعني احنا طول عمرنا بنقعد نتكلم مع بعض كاصحاب، وبنقعد نحكي بقى حياتنا عامله ازاي. كان عندك 25 سنه. 25 سنه. 25 سنه. المرحله دي غيرت فيك ايه؟ زواجك من نجمه فنانه لها حضور راقي ومحترم وجميل، غير فيك ايه؟ اولا كان عندها بنت، انت بقيت مسؤول عنها طبعا، بعد بنتك يعني. احنا بقينا يعني بنتجوز مش بس عشان احنا يعني عايزين بعض كزوج، لكن عندنا مسؤوليات. يعني برضو هي برضو كانت بتتحمل مسؤوليه، ومن وهي صغيره من عندها 4 سنين. وبعدين تحملت مسؤوليه انها بقت ارمله، فبقت يعني مسؤوله كبيره، مسؤوليه كبيره، ارمله 19 سنه ومعاها طفله، 19 سنه ومعاها طفله، فطبعا ده حاجه كبيره. وفضلت تحافظ على ان بنتها لازم هي تبقى الاولى في حياتها يعني. حتى ان ما اتجوزناش لما بنتها قالت لها، رانا قالت لها انا عايزك تتجوزي كمان، اختارتني يعني. آه. فهي بقى ارتاحت لما بقت بنتها طلبت ان انا ابقى اتنين فنانين في بيت واحد محمل بمسؤوليات من البدايه. كيف كانت الحياه اللي دفعتك بعد سنوات قليله الى الابتعاد عن التمثيل؟ احنا كنا بنشتغل بنوضب يعني، انتجت انا شباب على كف عفريت، وانتجت مسرحيه قبليها اسمها نسيت. لو كنت نجحت لانهم حاربوك، انت ما خدتش فرصتك. انا نجحت جدا. انا قلبت الموازين يعني، شباب على كف عفريت قلب ميزان الـ 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 النجم الواحد. ايوه كنت مجموعه جميله. وعمل ايرادات اعلى من اي ايرادات في الظروف الصعبه، رغم ان انا عارف ساعتها اتعرض في سينمات غاليه ونجح وعمل. وبعد بس هي حرب الخليج لما قامت وقفت السينما 10 سنين. ايوه اثرت عليك. اثرت. ومن ضمن الحاجات اللي خلت الواحد يفكر في اللي بيحصل برضه حرب الخليج. ان حرب الخليج فجاه يعني الخمسه اللي كانوا موزعين وكانوا بيتحكموا فيك وبيحاولوا يفشلوك، لما قامت الحرب الخليج هم وقعوا. وانا فضلت يعني فاهم قصدي؟ وبقى تشوف اللي معاه فلوس ما بقاش معاه فلوس، واللي معهوش فلوس بقى معاه فلوس. والدنيا عماله كل حاجه بتتشقلب كده، بتتغير. وبعدين بقى مرحله ان تبقى مثلا هلا فؤاد الله يرحمها كانت صاحبتنا جدا، وعلى مستوى اسري حتى كمان، وفجأة لما جالها الكانسر طبعا شابه صغيره جالها. هي دي الحاجات اللي عملت تماس وخلتك تبص لفوق طبعا. طيب هطلع فاصل وارجع اشوف نظرتك لفوق تلمست فيها الله ازاي. التقي بعد الفاصل. ما سمعتش يا غايب حدوتة حتتنا، عن قلبي كان هايب من حلوة حتتنا، هايب لكن طمعان، يا حرام يا حرام على اللي جرالو، شبعان لكن عطشان، اللي جرالو كان على بالو، مجنون حبيب والهان. قام وقف وقال عليك تسقيف يا جدعان. قال لك هركب حصان مجنون طرزان، ونط بيه فوق الحيطان، واركب سفينه من مينا لمينا، ونقوم ونقدم احنا لوحدينا. تحت النطرة حركة خطرة، ونروح بعيد فلز مكان، قال
بتحذر. قال لك فازر دي تبقى فين بالصلاه على الزين؟ المنوفيه. لا لا تبقى الشرقيه. لا 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 هنروح يا حلوه الاسكندريه. سمعتش يا غايب حدوتة حدتنا عن قلبي. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. محسن محي الدين، هنرجع لنقطتنا تاني، ولكن إيه اللي كنت بتقول نفسك وانت بتفرج على نفسك؟ بفتكر أيام ما كان في المشهد ده اللي احنا كنا بنعمل استعراض، كان القردة بتحبيني قوي وبتغير من اي واحده يعني. فعلا ده القرده دي بعد القرده الثانيه. بعد القرده الثانيه ده اللي ضربت القرداتي علشان يعرف ان انت الكذب. فانا لما القرده نطت على كتفي ورحت على الكاميرا وبقول اخس، فكان في محسن، استاذ محسن المصور، ايوه، معاه واحده اسمها ايمان، دي هي اللي بتعدل الفوكس والحاجات دي كلها، والاثنين قاعدين فوق شريو بكرين فوق التبة العالية اللي فوق دي. أي فهي وانا بقول اخس راحت نطة جايبة شعرها من فوق من فوق الكرين على الارض. فالكرين طبعا ايه طار وعمل واحد، لان هو كان تقيل جدا ولازم يتوزن باوزان بحديد وبتاع من كده، فهم ظابطين الوزن على الاثنين دول. وقفت بقى وقت وقفنا. فطبعا بيفتكر الاحداث. يوسف شاهين نفعك ولا ضرك؟ نفعني وضرني طبعا. يعني ضرك فيه؟ ضرني في الاول خالص لما عملت اسكندريه. ليه؟ كان دايما بيطلع يقول لك ايه اللي بيشتغل مع يوسف شاهين ده محتكر. عشان كده قعدت 3 سنين. فالناس بقى يقولوا ده بتاع يوسف شاهين. ده بتاع يوسف شاهين ده محتكر، ده خلاص ما اعرفش ايه، فما بقتش اشتغل. ده بس الضرر؟ ما كانش في ضرر على المستوى الثقافي، على المستوى النفسي؟ بالعكس بالعكس. يعني انا اصلنا هو ليه كان بيتاثر بيا؟ لان انا كنت بتكلم معاه تتا يعني راس براس. بس انتوا كنتوا بتتصدموا. ما احنا بنصادق وده غريب يعني. او عشان كده هو يوسف شاهين يقبل هذا الصدام من ممثل شاب هو صغير. كان شاطر يوسف شاهين، كان دايما بيحب يقعد مع الجيل اللي مش من جيله عشان يتعلم منهم، عشان يديله افكار، عشان يبقى متجدد بياخد فكر الشباب. بياخد فكر الشباب بالظبط كده. فكان بيعجبه قوي ان انا ما باخدش الكلام منه وكده وامشي خلاص. لازم يعني تقتنع. مش بس كده كمان، ده انا بتناقش معه واطلعه احيانا. مش وكان بيقبل ده؟ كان بيقبل لانه كان بيتعلم. هو سايب نفسه يتعلم. عشان كده الواحد لازم يفضل طول عمره، مش معنى كل الثقافه اللي تثقفها او قراها او تعلم منها او الحياه اللي تعلم منها هو عارف كل حاجه. لا، هو لازم يفضل طول عمره تلميذ، طول عمره لازم يفضل بيتعلم بيسمع. طيب. الكبير والصغير. خلينا نرجع تاني للنقطة. راجل قبلك وانت قاعد على سور السينما بجزمة معفرة بمحبط بتايه وأعادك إلى الطريق. بالظبط. قالك بص فوق. ثم جاءت وصية الوالد اللي كانت تعني حتما شيء. طبعا شايفك أو حسك هتروح في حتة وشدك وجابك حطك على طريق تاني، لان الزوجه فعلا ممكن تاخد زوجها وتكمل معاه. بالظبط. يعني كانت ممكن يلا نعيش، يلا ننبسط، يلا نبقى نجوم، او يلا بيت، يلا قواعد، يلا نظام. بالظبط. لان انا كنت عايش في فرنسا فرنساوي. يعني انت البيئه لازم بتغيرها طبعا، بتسقط كثير من مجموعه القيم، بتتخلص منها، تتخفف. بالظبط كده. وبعدين انت عندك برضو يعني المجتمع سامح بده. المجتمع سامح بده. لا، وكمان نفسك المقسومه اتنين ده. يعني النفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. فخلي ربنا جعل الفجور في الاول. فجور، لان ده اللي هيشدك. ده اللي هيشدك. فانا كنت عايش في فجور هناك يعني. يعني لان البيئه اللي حواليك كلها سامحه لده يعني. ما حبتش نفسك في المرحله دي؟ لا، انا بعد كده ما حبتش نفسي. انا كنت الاول يعني منبهر، بس بعد كده
تعاملت مع وصية الوالد على أنها إشارة؟ بالظبط. يعني خدتها بعمق أكتر طبعًا. من مجرد أن عجبها؟ طبعا، رسالة من الله سبحانه وتعالى أن لا ما تضيعش بقى يعني يعني دي ما ضاعتش بعديها؟ لا الحمد لله خالص خالص بفضل الله ورحمته. البعض قال أنك اعتزلت لما وصلت الثلاثين، هما الخمس سنين من 25 لـ30 بعديها بدأت تنظر إلى الله. تنظر إلى الله هنا ليس اعتزالا ولكن لا تعليم، تعليم اكتشاف. اكتشاف بدأت بإيه؟ أقول لحضرتك، ما هو بص ما فيش حاجة بتعدي قدامك صدفة. كل حاجة بتمر في حياتك هي رسالة من الله سبحانه وتعالى. لو دبانة عدت إيه ده، أنت بقيت عايش مع ربنا الـ 24 ساعة كده في كل شيء؟ ده هو لازم كده. ده أنت المفروض مش بتقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ طب ليك إيه بقى؟ إذا كان محياك كل حياتك دي مشيخة ولا ده دور إنسان طبيعي؟ لا دور إنسان طبيعي. أنت مخلوق على وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما خلقتوش لنفسه. لا يعني ما خلقتكش لنفسك، انت خلقتك عشان تعمل مهمة معينة. زي مثلا انا صاحب شركة، عندي واحد عند عايز يخلص لي حاجة في اسكندرية مثلا، عندي شحنة في المينا معرفش ايه، فانا ببعته وبحجز له فندق وبدي له فلوس بترتب له كل شيء عشان يخلص مهم. راح هو بقى صرف البدل، صرف الفلوس وسهر وبتاع هات من كده وما تمش المهم. طب وبعدين؟ يعني ما بس صاحب الشركه سابك اهو، سابك لغايه الاخر. وطبعا ولله المثل، استغفر الله يعني، ولكن انت مخلوق لمهمه. زي ما انا مثلا كممثل بطلت في دور، الدور ده لازم العبه مظبوط، كادرسه مظبوط، انفذه مظبوط. مش ممكن يكون واحد مثلا مطلوب منه انه يلبس بدله والبس له جينز ومقطع وحاجات كده او جلابيه يعني. او جلابيه او بتاعه مثلا يعني. الدور عاوز ده، فربنا خلقك لدور تلعبه لازم تنفذه، ولو ما نفذتوش انت الخسران. اولادك كده يعني، انت عندك ابن وعندك بنت؟ الحمد لله رب العالمين. اولادك كده طبعا فهموا بدري؟ فهم الحمد لله، لان والدتهم ما خنقتهمش؟ لا لا خالص يعني، بالعكس ما خسرتهمش وفرضت عليهم اشياء، بالعكس ما سبتهمش يعيشوا حياتهم. انا مره لا هو يعني انا ابني مثلا كان في الثانويه العامه، وبعدين كنا احنا بقى التزمنا وبتاع وابتدينا نقرا ونتعلم ونعلم وحاجات كده، فمره اصطدم بالدنيا يعني باصحابه وبتاع وديسكوهات ومش ديسكوهات، وراح مره معاهم. انا كنت في مكان فقلت له لا اقعد في الحته الفلانيه عشان ايه تبقى قريب من المدرسه بتاعتك. وبعلمه ان هو يبقى مسؤول عن نفسه يعني. فجي كلمني قال لي بابا انت علمتني غلط. انت بتقول حاجه والدنيا حاجه تانية يعني. انا شايف حاجه غير اصحابي عايشين وبيخرجوا وسهروا. قلت له طب انا عايز افهم انت استمتعت؟ قال لي لا. قلت له والله لو عاوز تبوظ او تبقى زيهم اعمل وانبسط، ولو مش عاوز تعمل زيهم اعمل اللي مطلوب منك وانبسط. ما ينفعش دور على انبساطك الحقيقي. الحقيقي فين؟ وللعلم عشان تبقى فاهم، احنا كلنا بندور على ان احنا نبقى سعداء، نبقى او مش كده، او راضين مبسوطين في اي وضع احنا بندور عليه، سواء في الفجور او في التقوى. احنا بنحاول اننا نسعد نفسينا، مش كده؟ وربنا ما جعلش السعاده في اي حاجه غير حته واحده فقط لا غير. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بس ده مصدر السعادة، ده فكرة الاستقرار. ومن أعرض عن ذكري، اللي يرفض ياخد المفتاح ده ويدور في الضنك. إيه الضنك؟ الضنك إنك شغال أو مش شغال أنت مش سعيد، معاك فلوس ما معاكش فلوس أنت مش سعيد، متجوز مش متجوز أنت مش سعيد، عندك أولاد مش عندك أولاد مش سعيد. بس الناس هتقول يعني معقولة محسن محي الدين ونسرين على طول راضيين وقانعين كده يعني مفيش مشاكل في حياتكم؟ نسأل الله ما بتتألمش في يوم بالليل؟ ما بتتخانقوش مع بعض؟ انت بتمتحن على طول. هو احنا يعني انت بتخاصم نسرين احيانا؟ بس متعلمين ان احنا مثلا مهما شدينا مع بعض ولا اتخانقنا ولا بتاع
لازم نصفي على طول فورا قبل ما تنام. قبل ما تنام ما تباتوش وانتوا زعلانين من بعض. ما ينفعش. يعني بنختلف كتير وبنبقى فيه حاجات كتير لان هو كده ده امتحانات. انت ما فيش لحظه انت ما بتمتحنش فيها. يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. هيبقى غريب ان انا بعمل حوار فني مع فنان وجزء رئيسي من الحوار هو الدين والتدين. هو على فكره الدين هو حياه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. يبقى الدين بيعمل ايه؟ بيحييك. بتتفرجوا على الدراما طبعا، بتروح سينما انت ونسرين طبعا احيانا طبعا، عايشين حياه عاديه جدا جدا جدا، وهي ما بتنامش الا على افلام العرب الاديبه. لما بقيت جد ايه اللي اتغير فيك؟ بقيت طفل. رجعت تلاقي العب تاني وتسحط على رجليك وكل حاجه. طبعا. ايه اللي اتغير في الفن بعد ما رجعت له عن المرحله اللي كنت ابتديت فيها؟ لا حاجات كتير. لخصها لي. الخص لك. كان زمان ما كانش فيه تكنولوجيا ولكن كان فيه فكر. دلوقتي بقى فيه تكنولوجيا وبقينا بنستسهل الامر وما بقاش فيه فكر. ده ببساطه شديده جدا. يعني مثلا لو مسكنا مثلا استاذ يوسف وهبي في فيلم بتاع سفير جهنم. ايوه. فنان اهو وراح ايطاليا وعاش ايه اللي يخليه يعمل موضوع زي ده؟ هو لانه موضوع انساني. ايوه. الدين هو المنهج بتاع حياتك. يعني مش منهج حياتك، هو انت. الناس بتشوف لما تكلمها بالشكل ده يقول لك يعني تكتيفه وناس كئيبه. اقول لك حاجه. انا اكتشفت انك بعد ما تبقى بتتعرف على الله سبحانه وتعالى انت بقيت حر. انت بقيت حر خالص. عندك طمأنينه؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الطمأنينة. ولكن إحساسك أنك بتعرف تعيش حياتك مظبوطة. أكتر قرار ندمت عليه في حياتك؟ أن أنا ما تعرفتش على الله بدري عن 30 سنة. بكلمك جدا. بص، أحسن قرار خدته في حياتك الجواز من نسرين ولا الانتقال إلى مرحلة اكتشاف علاقتك بربنا؟ ده هي علاقتي بنسرين هي اللي خلتنا نكتشف ربنا سبحانه وتعالى. يا سلام، يا بختها بيك. لا لا، دي حقيقة. يا بختها. دي حقيقة، لأن سبحان الله والدها كان راجل شيخ كبير يعني. هو زرع فيهم، هي اللي ساعدتني على أنا عارف. أنت من نعمة الله سبحانه وتعالى أنك تلاقي زوجة تعينك على دينك. عشان كده بيقول نص الدين. نص الدين بمعنى ايه؟ ان هي بتساعدك على انك قالوا حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة. طيب، لو قلت لك وانا بختم الحلقة والكاميرا قدامك اهي، وجه كلمة لنسرين واولادك. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم عليكم الصحة والعافية والستر، ويعني تسعدوا دنيا واخره ان شاء الله يا رب، ويحسن خاطبتنا جميعا. هذا دعاء. طب ما هو ده احسن كويس. حاجه كلمه. لا انا ما بقولكش دي. اقول كلمه يعني دي رساله. قول لي نسرين. اقول يعني انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى انك طبعا ربنا رزقني بيكي وجعلني كده في الفتره دي اتعلم حاجات كتير، واحمد ربنا سبحانه وتعالى ان رزقني بابني احمد، وطبعا ربيبتي رانا باحفادها، وانا سعيد طبعا بان في نصيحه للاولاد ولكل الاولاد. اولادك في كذا حاجه مهمه قوي. اولا بقول للشباب ما تنبهروش بافكار اشخاص، لأن أفكار الأشخاص هو بيقولها من وجهة نظر حياته. يعني مثلا أنا دلوقتي بتكلم في الكاميرا دي موجهة لي أنا، في إطار كده موجه لي أنا، الزاوية دي محدش شايفها، ولا الزاوية دي محدش شايفها، ولا الزاوية دي محدش شايفها.
اللي شايف الـ 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 الزوايا دي كلها فين؟ من فوق. لازم علشان اشوف كل الزوايا دي تبقى من فوق. فرؤية الله سبحانه وتعالى شاملة، لكن اي فكر بشري هو شايفها من نقطة معينة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليل، بمعنى أنه ما حدش شايف كل الزوايا، كل واحد بيتعلم من حياته وخبراته وهو. فده مش معناه أنه يبقى ده حياتي أنه يفيدني، يعني اللي فاده في حياته مش ده معناه أنه يفيدني. ولكن إحنا المطلوب أن إحنا نسمع من هنا ونسمع من هنا ونسمع من كل الناس ونتعلم من كل اللي حوالينا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ الذين يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه. وعشان يتبع أحسنه لازم يقرأ. يعني ربنا قال ما تسمعوش، أول آية نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ, اقرأ. نعم. ما قالوش اسمع، قال له اقرأ. فالقراية هي اللي هتخليك تغرب للي بتسمعه. احنا بنسمع الحلو والوحش واللي بيضل واللي بيهدي واللي بيتطرف واللي طيب. أفندم أنا وقتي خلص. طب خلص. يعني يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبصركم إن شاء الله بالخير وتشوفوا الحياة بطريقة تانية خالص. نورتني ربنا فعلا، كنت سعيد باللقاء. أشكرك. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة وحلقتنا هذا الأسبوع. الأسبوع المقبل حلقات جديدة من مع خيري، وكعادتنا دائما مصر بخير طول ما أنتم بخير. تصبحوا على خير.